البول. البروستات طبعا لما بيحصل فيها التهابات او بيحصل فيها تضخم بيبدأ الاعراض تظهر على المريض. طيب خليني يعني لو انا شخص قاعد في حالي اهو ومعرفش ان انا عندي مشكله بروستاتا، طبعا انا بتكلم على الرجاله، ها ايه الاعراض اللي ممكن تظهر عليا على طول؟ المؤشر يروح ان انا لا لازم اروح اكشف احنا عارفين يا دكتور ان في اعراض كتير قوي تبقى مشابهه لبعض. طبعا الاعراض طبعا مهمه جدا، ده سؤال مهم قوي، لان معظم الناس طبعا لما بيجي له الاعراض دي بيبدا يشتكي وبيبدا في ناس كمان بتتجاهل الاعراض، يعني في طبعا ناس كتير جدا بيبقى عنده عرض معين ساعات بيفتكر ان ده طبيعي. فطبعا الاعراض انا يعني بحب اقسمها لحاجه اسمها اعراض تهيج في المثانه، حاجه اسمها اعراض انسداديه، يعني حصل سدد في البول وبالتالي المريض بدا يشتكي، او يكون في مرحله المضاعفات، يعني ساعات بعض المرضى بيجي لي في مرحله المضاعفات. اعراض تهيج في المثانه، المريض ممكن يشتكي طبعا بحرقان في البول، المريض بيدخل حمام كتير وبالذات بيبقى بالليل، يعني تلاقي المريض دايما يقول لك يا دكتور انا بالليل ما بلحقش 10 دقايق انام شويه على المخده ارحق اروح الحمام، يتبول شويه بول بساط او صغيرين جدا وبعد كده يرجع نفس السيناريو. وما بيلتفتش ان دي بروستاتا، يعني ممكن يقول لك سكر، ناس بتفتكر ان هي املاح، املاح. يعني بالظبط كده يقول لك سكر، املاح، حاجات يعني كل ذهنهم بيروح لحاجات تانية. وساعات بنوع حاجه عرضيه وهتختفي مع الوقت، بيستنى فممكن يجي له حرقان دخول حمام، البول ممكن بعد ما يتبول نقطتين او ثلاثه ينزلوا بعد التبول. في بعض الناس بيبقى هو عنده احساس ان هو ما فرغش المثانه، فرغ شويه بيرجع تاني حاسس انه لسه ما زال في بول عايز يتبول. في بعض الناس طبعا بيكون عنده مشكله اعراض انسداديه، يعني مثلا هو بيدخل التويليت مثلا بيبقى عنده رغبه ملحه في البول، البول لما بينزل ضعيف، ممكن ينزل متقطع. بعض الناس بيجي مرحله مثلا هو جاله احتباس بول فجاه، النهارده خد اي دواء معين او اتعرض لحاجات معينه بتزود اعراض البروستاتا، ممكن يجي له احتباس بولي ويبدا يركب أسطرة. يعني مش العرض اللي هو سلس بولي او يروح التويلت كتير، سلس بولي ده بقى بيجي في المراحل المتاخره. يعني انا قصدي ان الاعراض مختلفه، لان ممكن مثلا البول يعني يتقطع شويه وممكن يكون هو الاول زيادة. المريض بيجي له اعراض بيبقى مثلا ضعف في البول، تقطع في البول، بيتجاهل المشكله شويه، مع الوقت طبعا كميه البول بتزيد داخل المثانه وبيفرغ شويه ويستنى شويه، فكميه البول بتزيد في المثانه، ممكن لما بيتعرض لاي حاجه معينه زي البرد، الجو، ساعة بياخد ادويه مثلا، في بعض الادويه بتزود الموضوع زي ادويه البرد والكحه والحاجات دي. فالمريض ممكن يجي باحتباس بول، فبيجي ممكن يجي ان هو يركب قسطره، فجاه جاله احتباس بول يركب قسطره. عايز اقول لحضرتك كمان بعض المرضى ممكن يجي بنزيف بولي، بعض المرضى ممكن يجي ان هو مرحله المضاعفات ان هو بدا البول ما بينزلش كويس، بدا يكون حصوات داخل المثانه، بعض الناس يجي له التهاب مستمر، يجي له صديد مستمر، ممكن يحصل جيوب داخل المثانه. وبعض الناس بيحصل طبعا لما الميه بتتراكم جوه المثانه بيحصل ارتجاع من البول، ارتجاع البول من المثانه على الكلى. على الكلى، فبالتالي المريض ممكن يجي بمرحله الفشل الكلوي. يا خبر. يعني بشوف حضرتك وصلنا منين، من حرقان في البول وبول ضعيف، ممكن نوصل لمرحله الفشل الكلوي ان هو حصل ارتجاع من المثانه على الكلى، وبالتالي بعض المرضى ممكن يغسل، يعني يوصل لمرحله الغسيل. في بعض الناس ممكن يجي له بالليل وهو نايم سلس بولي، هو نايم بالليل البول ينزل فهو يعتقد ان ده تبول لا ارادي، وممكن يروح بعض الاطباء وياخد علاج للتبول لا ارادي، لكن هو مشكلته هو اصلا عنده مشكله في البروستاتا، البروستاتا بدات تحوش ميه في المثانه، بدات الميه دي تتراكم، بدا الاحساس يقل، هو مش حاسس ان المثانه مليانه. يعني بعض المرضى كمان لما بقول له ادخل حمام وتعالى تاني بفحص المريض الاقي المثانه بتاعته مليانه، فهو مش حاسس، دي اسمه كرونيك ريتنشن، يعني عنده وصل لمرحله ان هو احتباس بولي مزمن. أوكي. وبدا الصمام يفوت بالبول، وبعد كده بدا ان المريض يجيله سلس بولي ممكن بالليل او ممكن بالنهار. هي كارثه ان احنا بنستنى